الكليب اللي نزل امبارح بتاع محمد رمضان بتاع نمبر 1؟ خد مليون مشاهده في 15 ساعه ازاي بس؟ مش عارف كام ده. شايف محمد رمضان نمبر 1؟ هو نمبر 1 بالنسبه لنفسه وثقه في الله دايما نمبر 1. هو معاه حق، هو رقم واحد فعلا في السفاله، في قله الادب، والله في البلطجه، في اللي بيحصل. رقم واحد في بيته. عكسفه اللي انت فيها يا حازم. لا انا مش مقتنع محمد رمضان، يعني انا حتى هو نمبر 1، هو يعني هو يقول لا نمبر 1. لا 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 لا، انا شايفه هو اللي بوظ الشباب. مش حلو، مش نمبر 1، نمبر 0 كمان. تضحكش ليه يالا؟ كفايه. هو عموما مسلسلاته وافلامه جامده جدا، مفيش حد في مصر ما بيسمعهاش. يعني تلميذك قنبله رجوله، مفيش حد اصلا زيه عارف يجيب مستواه. يا عم مفيش زي محمد، مفيش محمد رمضان زياده عن السنه. بيعمل تمثيليه وهي اللي بتطلع الاولى، وهي اللي بتعمل على ايرادات. دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها، بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفه، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه. عندك طويع ورحيم كانت احسن منها بكتير قوي. ابو عمر المصري مات. ابو عمر المصري كان احمد عز بقى الجان بتاع السينما. انزلوا تحت وقلعوا بنطلونه في نص الشارع عشان يعرف مقامه كويس. انت بقى لو محمد رمضان نمبر 1، انت نمبر كام؟ والله انا مش اي حاجه خالص، مفيش حاجه جنب الناس دي اساسا. انا ما علينا، انا مشاهد بس بقول رايي مش اكتر. انا طايش، انا مجنون، انا طول الله ببكيمه. ولا نمبرات خالص خالص خالص. ليه يا عم؟ هو احسن مني؟ هو مش احسن مني، هو اغنى مني، معاه فلوس اكتر مني. يا جدعان ده تصوير، دي فلوس تصوير. انا نمبر كام؟ يكفيني انا كام عند ربنا، مش عاوز عند البشر. قلبك عامر بالايمان. انا نمبر 1 طبعا. انا نمبر 2. طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ محمد رمضان كان من عندنا، من منير، من حته اسمها قصاوج جنبينا، كان بيبيع حمص وكرانش حاجات زي كده يعني. اللي اعرف اللي هو ساكن سايت مك عند سايت. عندنا في اسمها الاصابجي. ايه الكذب اللي انتم فيه ده؟ كلمة أخيرة بقى لمحمد رمضان. احترم نفسك، يعني كفاية اللي أنت عملته في الشعب، يعني حرام عليك، ارحمنا. ارحمنا المتسولين كتروا قوي. بلاش تشكر في نفسك. بلاش تشكر في نفسك. الشقاوة فينا بس ربنا. الشقاوة فيه بس ربنا يهديه. خلي ربنا يهديه بقى. الثقة في اللي مكسب. الثقة في اللي نجاح. لازم تعلى بدماغك. الثقة في اللي نجاح. انا لما كان في ايه بالظبط؟ تفاهه. انا تفاهه. انا نمبر كام في التفاهه؟ نمبر 1 في التفاهه، انا بحب التفاهه جدا. شايف مين نمبر 1؟ احمد السقا. احمد السقا وبيجي بعديه امير كراره، سليم الانصاري. صح. واحمد عز. واحمد لا، وكريم عبد العزيز بعد كده. احمد عز. كريم عبد العزيز. طبعا. نمبر كام؟ لا ما بتقارنش بحد الصراحه، ما بحبش احط مقارنتي مع حد اصلا. والله هو انسان فاشل وتافه. احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا هنقارن نفسك فين في الملايين اللي معاك بقى والعربيتين؟ لا مش الملايين، لا لا، هي بالمقارنه مش بالفلوس ولا بالاموال، والله بالنظافه. هل هو نضيف؟ هل هو انسان استحمى كم مره؟ لا مش بالحمى برضو. الحلو حلو لو لسه صاحي من النوم، والوحش وحش لو استحمى كل يوم.